مرحبا واهلا وسهلا بكل متابعين قناتي المحترمين، كيفكم؟ شو الأخبار؟ أنا اشتقت لكم قد الدنيا كلها، اشتقت لكلامكم، لحروفكم، لدعواتكم، لكل شيء بتكتبوه، طمنوني عنكم كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب، رجعت لكم بفيديو جديد، اليوم الفيديو إن شاء الله إن شاء الله رح تاخذوا منه طاقة كتير كبيرة بهالجو البارد، بهالصقيع، الجو بده حماس، فإن شاء الله أنا اليوم حاولت يعني قدر الإمكان بي كل ما فيني اني احط كمية حماس ونشاط كتير كبيرة بفيديو اليوم فتابعوني للنهاية حطولي لايكات كتيرة وكتبولي تعليقاتكم الحلوة يوم جديد من ايام حياتنا، يا رب يكون هاليوم حلو ويمر بسلام ونقدر انه نعمل فيه انجازات تفيدنا بالدنيا والاخره ودائما دائما يعني بحاول بيومي قدر الامكان انه اركز على الانجازات يلي بتفيدنا بالاخره، لو انه نسحب ورد استغفار، اذكار الصباح، اذكار المساء، نفتح القران نقرا شوي ضمن اليوم وعجقته وضمن الشغل كتير كأم عندك هلا نحن مثلا عم نمر بفترة عنا الامتحانات النصفية أولاد ودراسة وبدك تساوي فطور وغدا وعشاء وما بعرف شو بس أنا ضمن يعني هالعجقة هاي كلياتها ومسؤولياتي كأم وكزوجة دائما في عندي وقت لنفسي في عندي وقت هيك يعني خلصنا أنا ما بدي أعمل شيء لازم إنه الواحد كمان يعني يعمل شيء لآخرته مثل ما بيقولوا ولأنه يعني الشغل ما بيخلص فالله يقوينا ويصبرنا ويكون معنا أحسن شيء هلا هون اجيت بدي اساوي فطور لانه لي فترة ما عم بفطر وطبعا كتير غلط انه ما نفطر لانه الفطور هو اهم وجبة للجسم انه مثلا انا بفيق الصبح بشرب قهوة ايه بضل لوقت الغداء بلا اكل باجي بكون جوعانة باكل فهيك الجسم بيصير حرقه كتير ضعيف لازم نقسم اكلنا على وجبات ووجبة الفطور هي اهم وجبة طبعا انه يعني لا تستغربوا كثير من فطوري لانه انا هيك بحب طبعا راح احط انا برتقان وكرمانتينا وراح احط كمان شواندر سيلقته دائما هيك بس لقو كميه وبتركها بضيفها للسلطات باكلها هيك لحالها على الفطور على العشاء طعمته كثير طيبه وطبعا كتير كتير مفيد وبنصحكم فيه شوفوا سبحان الله انا مكنت اني احبه عن جد وكنت بس انه لما بدي ادخله على بيتي اجيب تنتين ثلاثه انه ثلاث اربع حبايات مثلا انكترت من شان انه احطهم مع مخلل اللفت بس سبحان الله هي الفترة على قد يعني ما قرأت عن الفوائد يلي للشواندر قلت لا لازم اساوي يعني هيك انه كشيء اساسي ضمن الاكل يلي بدخله ببيتي والحمد لله على كل حال وساويت كمان شوربة هي يعني حطيت فيها اندومي حطيت فيها شوية زرة شوية فطر شوية فليفلة كله هيك مع بعضه هي النكهات انا كتير بحب اني ادمجها مع بعضه وبحب كثير كتير كتير وبالشتاء بكتر شوربات لانه الشوربة بتدفي الجسم وبتعطيك هيك حرارة وانتي قايمة عم تشتغلي يعني لانه الجو كتير برد ولازم نكون مدفين حالنا لحتى نقدر نقوم نشتغل وننجز كمان اكتبوا ايه لي انتو كيفكن شو أخباركم ان شاء الله هيك الايام سهلة عليكم هاي الفترة طمنوني عنكن انا بصراحة اليومين يلي راحوا كانوا كتير صعبات علي صار معي موقف يعني عن يعني جد الله لا يرويكم رح احكي لكم عنه بس انه بعد شوي هون سويت الفطور رح اروح اني افطر طبعا انا هلا انا هون كنت لحالي بالبيت صبايا لاني الاولاد كانوا رايحين على الامتحان فانا فقت عملت هيك شوية لمة مثل ما شفتوا بشرب قهوتي بفطر بعد هيك بقوم على شغل البيت يعني عن جد انا بحس وقت الصبح كتير مهم وبنصحكم بالفئه بكير لما بنضل يمين للظهر شو بدك تقومي تلحقي لبين ما نفي ونصلي الظهر ونعمل لما يكون صار العصر انا هون لبين ما فقت وحست وفطرت وخلصت وكل شيء كان شو لسه على الظهر ما مقدم الحمد لله يعني خلصت كل شيء ها والله صبايا قدن الظهر صليت مديت الاراضي ورحت على الطبخه حسيت براحه مو طبيعيه انه عن جد انجزت كثير شغلات الصبح الصبح اهم وقت عن جد استغلوه اذا انتم من الناس اللي بتضحي بالنوم يعني الله يجعل ايامكم كلها راحه وسعاده وفرح يا رب طبعا دائما لازم اذكر نفسي بالمي لانه انا من الناس اللي بتنسى تشرب مي فبحط دائما ببريق المي يعني بحط بقلبه شرائح ليمون ولسه حابه احط بقلبه ورد كثير بحب كمان طعمه الورد بس ما بلاقي هون كتبولي بالتعليقات اذا بتعرفوا شي مكان ببيع ورد تخيلوا ما تركت محل بسوق المغطى هذا هون سوق يعني هيك مثل المدينه عنا بمدينه حلب مثل البزوريه فيه كل شيء بس ما لقيت فكتبوا لي بالتعليقات صبايا يلي عم من هون من هي المدينه طبعا اول شيء اهلا وسهلا فيكم دائما منورين احلى صديقات واحلى عيله بكل الدنيا اكتبوا على اسم محل مشان اجيب من عنده ورد مشان احطه هيك بالمي يفتح النفس والله يجعل ايامكم كلها حلوه مثل حلا الورد هلا هون اجيت بدي انظف غرفه القعده لانه فيها صوبه الحطب كانت حالتها يعني ما فيني اوصف اول شغله عملتها اني فضيت الصوبه مسحتها كلها للصوبه ومسحت الصينيه ومسحت البواري كلهم وشلت كل شيء كان في حواليها يعني وطبقت قلب الصوبه حطيت بقلب الحطب والوجبه يعني اللي بدي اشغلها من لما اخلص وامد ما يكون في كركبه بعد هيك نفضت الحيطان كلهم بعدين مسحت الباب والشباك بكلور وهلا هون بدي اليف الارض طبعا انا هون شو كنت عامله كمان منفضه السجادات وكل شيء ميدته بالارض وحطيته من يتهوى طالعته لبرا يعني، وبعد هيك بليف الارض وبشطفها وبحط لها معطر وبنشفها وتقريبا تركتها شي ثلاث 4 ساعات هيك للغرفه مفتوحه منشان تتهوى على الخالص يعني، بعد هيك بدخل السجادات بمدهم بكنسهم، إذا بدي أمسحهم بمسحهم بس أنا هون ما كنت بدي أمسحهم ما فيهم شي نضاف يعني، مثلا في سجادة عليها هيك إنه هي الأولاد ما بعرف شو بجيب إنه هيك شوية محرمة معطرة بحط عليها منظف وبمسحهم لمكان البقع بس يعني، هذا التنظيف الاسبوع يعني لازم هيك كل اربع خمسة ايام اعمل هي التنظيفه لحتى تضل الغرفه ريحتها حلوه وما يكون هيك في ريحه كنكنه بحب دائما تكون ريحه المعطرات والكلور والنظافه فايحه من البيت كله الله يقوينا ويقدرنا على هالايام الصعبه هون الحمد لله خلصت هلا شوفوا صبايا انا هي الغرفه ما بحط فيها شيء ابدا يعني بس حيطه المنظمين يلي فيهم كتب ولادي منشان يقعدوا هون على هي السفنجه جنب الصوبه منشان يدرسوا حيطه حامل القران منشان انا اخلص كمان صلاه انه هيك الاقي مكان جاهز يعني مثلا مو انه أتكسر يلا والدنيا برضه ما بدي اروح على الغرفه الثانيه ما بعرف شو لا جنب الصوبه حط المخده حط القران منشان هيك هي الزاويه انه قاعد عم دفة وما بروح وقتي على الفاضي وحط هيك سفنجه مشان نقعد عليها وبس يعني طبعا لانه الغرفه يعني ما بتشبه بيتي الثاني وانا هدول السجادات حتى كنت مشتريتهم للبيت يلي كنت مستاجرته حتى قبل ما انه اكون ساكنه ببيتي يلي انت معمرته عمرته فمرقعه يعني باختصار يعني اكيد يعني ما حد دققوا على الموضوع لانه يعني مثل ما بتعرفوا لسه على الوضع غير مستقر ما في شيء مبين وانا ما بحب العشوائيه بالحياه ابدا يعني ماني مجبوره اشتري سجاده على قد هي الغرفه وهذا البيت ما هو بيتي ماني مطوله فيه مثلا انا بيتي الثاني لما كنت ساكنه فيه ما كنت حابة اني افرشه لانه لسه انا مثلا اول شيء بدي اجيب الديكور حسب الديكور بجيب السجادة من شان هيك يعني خلاص بمشي بهمني اكتر شيء واهم شيء انه كل شيء نظيف كل شيء معقم النظافة والتعقيم اهم شيء اما التنسيق ان شاء الله مع الايام بيجي يعني لما رب العالمين بيأذن بيسر بيرزق والحمد لله على كل حال وهون اجيت يا صبايا بدي اطبخ اكتر اكلة الي من اول الشتاء مشتهي انه اطبخها لعيلتي واكلة همها كتير ما بعرف ليش مع انه يعني في طبخات اصعب من بطبخون وفي طبخات بيكون بدهم خطوات اكثر وشغل اكثر بس انه سبحان الله هاي الطبخه كانت اكله همها كثير بس الحمد لله بفضل ونعمه وتيسير ورزق من رب العالمين اتيسرت معي بدي اساوي محشي ملفوف رح اشارك اليوم طريقتي معكم طبعا يمكن هي طريقتي الطريقه التقليديه يعني انا متعلمتها من ماما وعائلتنا كلهم هيك بيطبخوها يعني طبعا اول شيء بنجيب راس الملفوف بنظفه وبعمل هيك فتحات منشان يكون سهل علي يعني بعد ما انه الورق ينسلق اني اشيله حطيت طنجره فيها بس مي ما بحط فيها اي شيء ابدا في ناس بيحطوا فيها ملح وكمون انا بصراحه ما بحب يعني ما بحط كمون لهذا المحشي ابدا جربته مره وما حبيت الطعم ابدا وهديك المره يعني لما جربته كان الكمون انا جايبته فيه هيك لدعت مرار فما يعني ما حبيت ابدا ما حبيت الحمد لله خلصنا من أول خطوة يلي هي السلق الملفوف وهون اجيت بدي أساوي الحشوة في عندي رز غسلته كتير منيح حطيت توم دقيته وحطيته حطيت ملح ونعناع وبهار ايه فلافله حمرا رش اخدي عقلي قلت لكم فلافله حمرا لا ملح ونعناع وبهار وحطيت طبعا شويه زيت الزيت بيعطي لمعه للرز وبيخليه هيك تفلفل يعني وطبعا اللحمه اهم شيء فيكم تضيفوا اي شيء بدكم اياه وفي ناس بحطوا مع هي الحشوه دبس رمان بس انا ما بحط دبس رمان بحط بس دبس بندوره وبحط دبس الرمان بقلب الصوص يلي هلا رح نطبخ فيه المحشي ان شاء الله بحركه مع بعضه كثير منيح طبعا هون ما تفكروا انا عم بحرك الرز وبكسره ابدا ولا حبايه ما تكسرت انا كنت عم بحركه بس انه بدي ادمج المكونات كلها مع بعضها وبحس التحريك بالايد بيكون اسهل يعني وبعد هيك بنلفه هلا شوفوا انا بحب اني اساويه هيك شوي انه ما يكونوا كتير رفاع مثل اليبرق لا بحب يكون هيك شوي انه تخان بيطلع طعمتهم اطيب بيكون هيك الرز فيهم كتير متشربات من الصوص يعني والحمض وهيك بتكون نكهتهم اطيب ما بعرف كتبوا لي بالتعليقات انتم بتطبخوا هيك مثلي ولا كيف شعور كتير حلو دائما دائما هيك يعني بس تشعره بكل ما فيني لما اكون منطفه البيت الحمد لله ما في عندي حدا بالبيت مرضان آه بيتي ينظيف في ريحة النظافة بتكون نفسيتي مرتاحة عقلي ما مشوش انه عندي غسيل عندي هيك هي الغرفة حاشتة هي ما بعرف شو لا النظافة مأمنة عليها الحمد لله بدخل على المطبخ بدي اساوي طبخة تكفيني ليومين اهم شيء يعني لانه انا ما بحب اطبخ كل يوم بصراحة الطبخ فن ونحن مو دائما قدرانين انه نبدع مو دائما قدرانين انه نتفنن عرفتوا كيف؟ فأنا بفضل إنه نطبخ على يومين، وإذا ثلاثة ما في مشكلة، هلا هي الطبخة كفتني ثلاثة أيام أنا كترت لأنه كان عندي أولاد أختي وقلت لحالي خلاص يعني قايمة وقايمة على الطبخة، ساوي فرد مرة الطنجرة وما بيصير لها شيء يعني بنسخنها وبناكلها، كله نعمة رب العالمين والحمد لله على كل حال، والله يديم علينا وعليكم النعم يا رب، طبعا أنا هون مديت المادة جنب الصوبة لأنه كان كتير برد ويعني خلصت الكمية كلها وهون آخر حبيت اني اشارك طريقتهم معكم يعني قلت بجوز يعني انه شي صبايا يطلبوا مني وكيف بتلفيهم وهيك الله يسعدكم ويقويكم ولا تنسوا تكتبوا لي رايكم بالتعليقات انه انتم كيف بتطبخوهن طبعا كله يعني انا بقول الطبخ نفس الشيء يعني بس سبحان الله كل حدا بيحط لمساته فيه، هون خلصت الكميه كلها، هلا هون شوفوا زاد عندي شوي من الحشوه، زائد القطعه يلي انا بشيلهم يعني اللي هو بيكون العرق يلي بنشيله يعني من قطعه الملفوف انا شو بعمل؟ بفرمهم ناعمه كتير وبساويهم شوربه، بتطلع طعمتهم كتير طيبه بصراحه، وكمان بتكون شوربه مفيده يعني. فمثل ما واضح معكم هون خلصت طبقتهم، رح احط توم، المحشي بحب التوم كثير منشان هيك ونحن كمان يعني بنحب نكهه التوم بالمحاشي كثير، منشان هيك يا صبايا انا بكتر توم بقلب الحشوه وبقلب كمان المرأة، طبعا هو كله ذوق شخصي سبحان الله بس نحن هيك بنحب، رح احط التوم احط كمان دبس بندورة ودبس رمان هون كان بقيان يعني عندي شوي بالقنينة، فشو عملت؟ حطيت لها شوية مي ورجيتها كثير منيح وحطيتها، قلت لحالي بس ما هلا حدا يعني ما بيعرف هاي الطبخة يفكر كولا لا طبعا هاي ماي كولا هاي دبس رمين وحطيت لها طبعا التتقيلة حطيت مي وحطيته على النار يعني تقريبا أخذ معي ساعة ونص طبعا بيفرق معكم حسب نوع الملفوف سبحان الله هذا الملفوف طلعت نوعيته كتير كويسة على قد ما كنت أكلة هم الطبخة وأنا عم بطبخه فار على الغاز وعبالي الدنيا بس الحمد لله تيسرت يعني كانت طعمته كتير طيبة أنا بس أكون عم بطبخ طبخة يعني تقيلة وما لي أخدي عليها وأول مرة مثلا بساوي أو إنه مساويتها مرتين ثلاثة بحياتي فكتير باكل همها بس الحمد لله تيسرت وزوجي قال لي كتير طعم طيبة يعني الطعم الأصلية طبعا كله بيفرق يعني حسب مثلا نوعية اللحمة حسب نوعية دبس البندورة حسب نوعية الملفوف بس الحمد لله رب العالمين تمت المهمة بنجاح بس أنا هون أخذت لكم لقطة على السريع لأنه كان يعني طفيت عندي الكهرباء بصراحة طبعا كان طعمته كتير طيبة هو بالحقيقة أكشف من هيك بشوي طبعا حسب ما أنتم بتحبوا تكاتروا دبس رمان أو ما تكاترو هذا كله حسب الرغبة والحمد لله على كل حال هلا يا صبايا حابة أشارك معكم هالتجربة الآسية خلينا نقول يعني بس طبعا دائما رب العالمين عنده العوض يلي صار فيني أنه أنا الفيديو طبعا اللقطات يلي شفتوها مصورتها من كم يوم الحمد لله يعني تيسرت معي ايه وانا عم بمنتج الفيديو فبلاقي انه وصل تعليق من صبيه عم بتقول انه انا هذا في... آه... طبعا هيك كان التعليق كيف كان ايه هذا الفيديو انا صار شفته مليون مره قلت يعني ما استوعبت بالاول بصراحه انه شو شو قصدا لما دخلت فاللي بين معي يعني انه البنت معجبه بهذا الفيديو طبعا شكرا لكم كثير كتير على حبكم على تفاعلكم على كلامكم الحلو يلي عن جد بخلي الواحد يصير قوي رغم الظروف صعبة ورغم كل شيء يعني بتخلي الواحد هيك سبحان الله ينسى همه إيه والله يا صبايا ف دخلت انا بدي ارد على الصبيه طبعا دائما هيك انا بحب ارد مباشره لما بيكون كلامكم حلو بحب يعني بتحمس كيف لما بيكون مثلا جاني مكالمه من ماما فانا بسمع انه ماما عم بدي اركض مباشره يلا بدي أشير التليفون احكي معه نفس الشيء لما بدي ارد على تعليقاتكم فانا فرحانه متحمسه دخلت بدي ارد على التعليق بنصدم الصبيه معلقه على فيديو قديم صبايا طبعا انا اول شغله انصدمت انه الفيديو طلعان مشاهدات هو الفيديو كان في عليه يعني أربع 4000 مشاهدة أنا هيك بتذكر وفجأة لما دخلت لقيت إنه الفيديو لا والله مرتفع وكأنه طلعان مقترحة يعني وصاير عليه 14000 مشاهدة طبعا هو فيديو قديم كتير يعني أنا مشان هيك نسيانته سبحان الله دخلت بدي اشوف انه كيف هيك مرتفع المشاهدات شو زيد ارباحه هالحكي هذا بنصدم انه الفيديو عليه مخالفه وممنوع اني انا اخذ منه ربح آه الربح بيروح لصاحب الانشوده يلي انا حيطتها بقلب الفيديو طلعت شي عشرة عشرين فيديو والله ما بعرف اذا بتتذكروا طبعا المتابعين القديمين بيعرفوا انه انا عدت علي فترة صرت احط انشودة سلمت قلبي بشهر رمضان وحتى بعد رمضان كمان حبيتها وقلت لحالي عشان ما اكتر حكي في ناس ما بتحب الحكي كتير وبنفس الوقت ما بتحب يكون الفيديو صامت فطلبوا مني انه احط انشودة وانا عم بشتغل وانا هيك فصرت انه احط بهذيك الفترة بعد هيك خفت بصراحة قلت انه انا يعني كثير عم بتعب على الفيديوهات ولازم يعني انه ما احط فيديوهاتي كلها بخطر فصرت شوي احكي شوي احط شوي صامت وهيك حتى احاول قدر الامكان انه ارضي كل الاذواق بنصدم صبايا انه انا عندي اكثر من 20 فيديو عليهم خط احمر ممنوع اني انا اقبض منهم ارباحهم بتروح لصاحب الانشوده طب صاحب الانشوده بتعرفوا شو اللي عامله باختصار هو حدا حرامي عم يسرق العالم كيف حاطط انشوده عنده وكاتب انه هي الانشوده يعني فيكم تستخدموها ما عليها لا حقوق طبع ونشر ولا عليها مخالفات ولا عليها اي شيء وهذا اللي صار وكل الناس كتير بنات كتير يوتيوبر صاروا يحطوا هي الانشوده عندهم بعد ما هو طبق عليه المثل نحن بمدينة حلب عنا مثل شو بيقول تمسكن لحتى تمكن بعد ما أخذ يعني خلص تأمن إنه صار أنشودته عليها كتير كتير يوتيوبر حاطين فيديوهات فجأة بيوم وليلة بياخد أرباح هدول الناس كلهم بيطالب بمخالفة عن جد أنا انصدمت بصراحة أنا شو اللي صار فيني أنا هذا الشهر مشتغلة منيح ومنزلة فيديوهات منيح أنا بعرف لما بشتغل بهيك نوع من الفيديوهات وبيجيبوا هيك مشاهدات المفروض رقم الأرباح يكون كذا مثلا ماشي انا نمت فقط لقيت انه الارباح عندي كثير نازله كثير صبايا اول شيء قلت طيب ليش يا ربي دخيلك يعني مستغلة مثل كل الشهر والحمد لله المشاهدات مثل كل الشهر ما بعرف تحال هذا اليوتيوب يعني بجوز عامل تغييرات ما بعرف يعني ما فيني اعمل شيء بصراحه باختصار يعني انا عم بشتغل بشركه يوتيوب وما فيني اعمل اي شيء غير اني لما بيجيني الرقم برضى فيه والحمد لله على كل حال طبعا المهم يا صبايا بعد كم يوم سبحان الله اجتني هاي البنت لحتى تعلق لي لحتى انا ادخل وانتبه انه انا فيديوهاتي مشيول الربح عنهم وياخذهم شخص ثاني باختصار بس طبعا الحمد لله يعني سهرت كل الليل وحليت المشكله شو اللي عملته شلت الأنشودة من المقاطع وخلص رجعت أنه قصيتها يعني كلا طبعا الموضوع بياخد وقت وجهد ونعم عيوني وهيك بس الحمد لله عدت على خير عن جد عن جد يعني أول شغلة بدي أنصحكم لكل الصبايا يلي يعني عندهم القنوات لا تجازفوا بتعبكم لا تخاطروا بتعبكم الموضوع ما معه مزح أبدا هلا مثلا صاحب هي الانشوده بس انه اخذ الارباح في ناس ما بتقبل في ناس ما بتهم المصاري ما بيحبوا انه حدا ياخذ صوتهم ياخذ الموسيقى ياخذ الغنيه يعني اي شيء فشو بيعملوا بروحه بيعملوا مخالفه لقناتك فثلاث مخالفات اليوتيوب بيحذف القناه انا بصراحه كتير حريصه من ناحيه هذا الموضوع كتير صبايا يعني الفيديو مثلا اذا بكون عم بصور حدا بالبيت مشغل على مسلسل على اي شغله بكون حريصه من ناحيه هذا الموضوع بقول انه يعني خلص بس نزل الفيديو نزله اجى على المشاهدات اجت ما بحسن ارجع احذفه وارجع انزله الناس بتمل شو بدي اعمل طيب فبكون كثير منتبهه بس ما خطر لي ما خطر لي انه حدا حيطت انشودة عم بيقول انه خلص فيكم تستخدموها عادي وبعد ما تستخدموها انتم ويصير في مشاهدات على الفيديوهات بيروح بياخد ارباحها انصدمت بصراحه يعني سرقه مو طبيعيه هيك سرقه عينك كنت عينك عنجد شو انقهرت عبق هلأ الفيديو هذا راح ينزل المقاطع يلي شفتوه وانا مصورتها عم بالليل الليل ما بصراحة بالفيديو ما حسنت اني أحكي يعني كان في شي لازم اشرحه متل ما يشفته. فقلت فقلتله خلاص تاني نهار يعني بكرة الصبح إن شاء الله أعود بس أخلص مع فنجان القهوة بشرح لكم كثير كثير انقهرت بس الحمد لله شوفوا سبحان الله رب العالمين بعث لي هي البنت مشان اتعلق على فيديو له نازل ثلاث سنين بقناتي مشان انا انتبه انتبه على مشكله وخليها كمان نوعا ما مصيبه يعني هذا بالنهايه رزقي في حدا اجى اخذ لي انا يلي تعبانه على الفيديو وانا يلي يعني مقضي الله بيعلم بس شو بيصير فيني بس حتى اوصل الفيديو بهي بهي الصوره بهذا الشكل من كل النواحي من لقطات من كل شيء والحمد لله على كل حال طبعا يعني هذا شغلي ما فيني امنن حدا فيه بس الفكره كيف انه حدا بيجي بياخذ لك تعبك بكل بساطه انا ما كنت اعرف يعني انه كيف بدي اعدل فالموضوع اخذ معي وقت لانه ما عندي هالخبره القويه بس الحمد لله تمت المهمه بنجاح حبيت اشارك معكم هاي التجربه من ناحيه الفكره كيف انه رب العالمين لما نحن متوكلين عليه ونيتنا صافيه وطالبين الرزق الحلال وعاملين استخاره ومتوكلين هيك خلص يعني ما عنا هيك هيك ماشيين مستقيمين رب العالمين ما بينسانا من رحمته هيك بشغلات مثل معجزات صبايا شغلات بسيطه بتلاقوا قلبه حياتكم قلب سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان القادر على كل شيء يعني هيك بالصدفة صدفة انه هاي البنت تعلقني يكون التليفون بايدي ارد اشوف القصة يلي صايرة عندي بالقناة لانه بصراحة يعني انا منزلة شي 300 فيديو كل يوم بدي اشيك عليهم كلهم هذا شو صار وهذا شو عمل الموضوع كتير بيكون متعب يعني انا بصراحة بنتبه بس على اخر فيديو هاي يعني ثلاثة انكترت اخ بس والله هالدنيا صايره مو طبيعيه يا صبايا عن جد الناس صايره غريبه عجيبه خلص من الاساس هلا في كثير ناس عندهم الموسيقى بدك تشتريها بدك انه هو مثلا بتتفهمي انت وصاحب الموسيقى بصاحب الانشوده انه مثلا هو بياخذ نص الربح هيك يعني خلص انا بكون على بينه بس مو رايحه والله بعرف هاي الشغله هيك بقوم بطلع بعدين بالعكس وبيستنى هو مو انه مباشره هلا في شغلات اول ما بتضيفيها قبل حتى ما تنزلي الفيديو اليوتيوب بيقول لك انه عندك مخالفه عندك هذا الشيء غلط فانا خلص هو الفيديو خاص شو بعمل بعدله بعد هيك بنزله اما هيك هي اول مره بصراحه شفت اه العيش كتير بتشوف كتير اوف بس والله هالدنيا صايرة كتير متعبة والحمد لله على كل حال لصبايا الفتحات قنوات جديد نصيحتي لكم خلوا الفيديو تعبكن شغلكم ما تحطوا لقطات انتم ما يكونوا مصورين لا تحطوا لا اشودة ولا موسيقى ولا شيء لحتى ما يجيكم يوم يا فجأة تنامت تفيقي تلاقي انه حدا حذف لك قناتك لانه قال انت يعني عم تسرقي له تعبه او انه تلاقي عندك مخالفات او انشال الربح وانت مالك منتبه تلاقي خلاص قلب الشهر اخذوا بارباحك وطلعتي انت هيك على الفاضي راح تعبك فانتبهوا هذا الموضوع ما معه مزح ابدا وان شاء الله هيك يكون يعني ما طولت عليكم بس حبيت اول شيء افضفض ثاني شغله انبهكم كثير صبايا فتحات قنوات جديده وما عندهم خبره لانه شو بدنا نساوي هو الشغل باليوتيوب صاير كثير صعب كثير كثير كمان بس شو بدنا نعمل الطريق اللي نحن اخترناه هي طبعا للصبايا اليوتيوبر يعني ان شاء الله موفقات جميعا يا رب وبس هيك والله خلص فيديو اليوم انتظروني بفيديوهات كلها حماس ونشاط ان شاء الله وسلامات